مرحبا بكم متابعي قناة الملوك. اليوم معانا موضوع مهم جدا لكل مربي للطيور. طبعا هذا الموضوع عند شراء طيور جديدة من السوق، كيف التعامل معها بطريقة صحيحة؟ هذه طيور جديدة اشتريناها، وكيف سوف نتعامل مع هذه الطيور؟ طبعا الطيور الجديدة، الطيور التي نشتريها من السوق، احتمال كبير أنها تكون حاملة للفاش، يعني يوجد بها فاش بسبب اختلاط الطيور مع الطيور الموجودة داخل الأقفاص في السوق أو في محلات بيع الطيور. طبعا صاحب المحل يشتري طيور جديدة ويضعها مع الطيور الموجودة في القفص، وبهذا ينتشر الفاش وأيضا تنتشر الأمراض. فيجب أولا اختيار طيور جيدة أو طيور نظيفة. طبعا عند نقل الطيور إلى البيت يجب التعامل مع الطيور بطريقة مختلفة. يجب أولا أن نعزل الطيور الجديدة في قفص لوحدها لفترة أسبوع، وأيضا يجب أن نضع عند وضع الطيور في القفص يجب أن نضع بودرة. هذه البودرة تقوم بقتل الطفيليات وأيضا الفاش. هذه استخدام بيطري، تستخدم هذه البودرة للحيوانات وأيضا للطيور. سوف نريكم طريقة وضع البودرة على جسم الطائر وأيضا نقل الطائر في قفص لوحده، وأيضا عزل الطائر عن جميع الطيور الموجودة لديك لمدة أسبوع، وأيضا نضع الطيور في الشمس لفترات في كل يوم حتى تموت الطفيليات وأيضا يموت الفاش الموجود داخل جسم هذه الطيور. لأن الطيور إذا كانت طيورك نظيفة والطيور التي اشتريتها من السوق تكون يوجد بها فاش، فإن الطيور الجديدة سوف تنقل لك الفاش بسرعة، والفاش ينتشر بسرعة رهيبة. فمن الأفضل هو الحذر وأخذ الاحتياطات اللازمة. الآن سوف نقوم بنقل الطيور الجديدة إلى القفص، وأيضا سوف نريكم كيفية وضع البودرة على جسم الطائر. طبعا هذه طيور فلل هوجو. ما شاء الله تبارك الله، طيور جميلة. الآن سوف نضع البودرة على جسم الطيور. وأيضا نفس الطريقة مع الطير الآخر.
الآن بعد أن وضعنا الطيور في قفص، طبعا القفص يكون منعزل عن الطيور الأخرى، ويفضل أن نضع الطيور لفترات يوميا في الشمس، بهذا سوف تتعقم الطيور جسم أجسام الطيور وتموت الطفيليات والفاش الموجود داخل أجسام هذه الطيور. الشمس مفيدة جدا لصحة الطيور، فمن الأفضل هو وضع الطيور لفترات يوميا، مثلا نص ساعة أو ساعة في الشمس. فمن المهم جدا هو وضع الطيور الجديدة في مكان دافئ بعيدا عن البرد. طبعا عند نقل الطيور من محل بيع الطيور إلى البيت، نلاحظ أن الجو يختلف عن الطيور، فمن الأفضل والضروري جدا أن نضع الطيور في مكان دافئ حتى لا تتعرض الطيور إلى ضربة برد، لأن بعض أكثر الطيور لا تتحمل اختلاف الجو، فيجب التركيز على هذه النقطة. هذه النقطة مهمة جدا، هي وضع الطيور في مكان دافئ. طبعا بعد فترة أسبوع يمكن أن نضع الطيور الجديدة مع الطيور الموجودة عندك في التربية، سواء كانت في التربية الجماعية أو كانت الطيور في التربية الفردية. المهم جدا هو الحفاظ على صحة الطيور خلال فترة أسبوع حتى تتأقلم الطيور على الجو الجديد الموجود عندك في البيت، وأيضا لا تتعرض الطيور إلى صدمة برد. هذا، ونتمنى لكم الفائدة، وانتظرونا إن شاء الله في مقاطع قادمة إن شاء الله.